هل تفتكروا لما جربنا شيء لأول مرة؟ أكيد التجربة الأولى كانت مليئة بالدهشة والمتعة والحضور والانتباه لأي شيء حنخوضه في هذه التجربة. أدعوكم وأدعو نفسي أنه نعيش هذه رمضان تجربة رمضان لأول مرة، وكأنه أول رمضان نعيشه. هذا الشعور إيش هيعطينا؟ هيعطينا انتباه أكثر وحضور، انتباه لكل فكرة، انتباه لكل شعور، انتباه لكل سلوك، وهذا حيولد لدينا طاقة، حيولد لدينا يقظة تجعلنا أكثر انتباها لكل شيء نمارسه، بحيث يعزز عافيتنا ويكون أكثر تعزيزا لنا للعافية وليس للمرض. فكرة اليقظة والانتباه موجودة في فكرة الذكر، والذكر في كل أحوالنا، وخصوصا عندما يكون هذا الذكر متصل بشيء أعظم مننا، بخالقنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.